يعني. الوطن سبورت والخبر ده مهم، قال لك في تقرير صراع اوروبي لضم ديانج وتنهج سر ارتباط مانشستر يونايتد بيه. ايه القصه؟ القصه ان هم هنا في الخبر بيقولوا لك ايه، بيقول لك ان في عروض اوروبيه لاليو ديانج. اليو ديانج لعيب بالكواليتي ده ما شاء الله عليه، طبيعي انه يجي له عروض يعني طبيعي، لكن حتى هذه اللحظه ما فيش اي عرض رسمي يوصل النادي الاهلي. امال في ايه؟ في كلام وكلاء، الناس بتتكلم بيقول يا جماعه احنا ممكن نجيب لديانج، وشايفين لعيب مميز، فديانج طالما هو لعيب مميز نشوف له عروض قويه في اوروبا. طب ايه سر تنهاج؟ تنهاج طبعا المدير الفني المميز بتاع اياكس امستردام، بعض الوكلاء بيقولوا ان هو معجب جدا بديانج، وتنهاج ده من الاسماء المرشحه ان هي تتولى الاداره الفنيه لمانشستر يونايتد في الموسم الجديد. تمام؟ فبيقول لك ربما لو الراجل استمر مع اياكس فيجيبوا اياكس، لو راح مانشستر يونايتد فيتفاوض على ضمه من الاهلي. الكلام ده كله سابق لاوانه، ديانج مركز جدا، ومن اللعيبه المحترفه قوي قوي قوي، محترفه يعني بعقليه ممتازه بصراحه مع الاهلي. لسه بدري على الكلام ده، ولغايه دلوقتي مفيش اي عروض رسميه، وده توضيح حبينا ان احنا نقوله لحضراتكم، وحبينا ان احنا نجيب الخبر ده برضه عشان نوضح لكل جماهير النادي الاهلي. فبالتالي في نفس السياق قال لك ايه؟ قال لك كوره بلس عاجل موسيماني اخطر اداره الاهلي وموافقته على ضم مهند لاشين. وهنا برضه يعتبر رابطين الخبر بايه؟ بحاله رحيل ديانج عن الاهلي. فمهند لاشين من ابرز اللاعبين بصراحه. انا على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي اتمنى مهند لاشين يجي الاهلي، انا بصراحه يعني مقتنع بيه جدا جدا، بس في ناس فنيين يعني ادرى مني بكتير في الاهلي، هم ادرى بالجزئيه دي. لكن برضه لحد دلوقتي مفيش اي مفاوضات رسميه مع طلاع الجيش او حتى مع اللاعب بخصوص انضمامه للقلعه الحمراء، والكلام ده برضه بيبقى سابق لاوانه، ولسه بدري على الموسم، لسه بدري، قد يحدث تغيرات فنيه، قد يحدث تغيرات بتتعلق بمستوى اللاعب نفسه، مهم قوي ان هو يحافظ على مستواه، لعيب مهم قوي في نص الملعب بصراحه، وشخصيه كويسه جدا في الملعب، فبالتالي هنشوف الامور هتمشي ازاي خلال الفتره الجايه، لكن دلوقتي مفيش اي حاجه رسمي. نروح لبوابه الاهرام، واللي بيتكلموا عن الاهلي يقرر حسم مصير موسيماني في مارس المقبل، يعني بدون التطرق لتفاصيل، لان كل التفاصيل لازم بيتم الاعلان عنها بشكل رسمي سواء من خلال النادي وقناته، ده امر طبيعي. فانا مش هنتكلم في تفاصيل تتعلق بموسيماني، لكن انا اللي اقدر اقول لحضراتكم ان الموضوع موضوع وقت مش اكتر، وان شاء الله باذن الله يكون موجود موسيماني. لو لا قدر الله مش موجود، الاهلي اكيد برضو عارف هيعمل ايه، لكن موسيماني مدرب كبير ومهم قوي، واتمنى برضو على المستوى الشخصي انه يكون موجود زي كل جماهير النادي الاهلي اللي يعني بتشوف عهد من الانجازات، او متعودين على الانجازات، بس بصراحه النتائج ممتازه خلال الفتره اللي فاتت، السنه ونص تقريبا اللي موجود فيه موسيماني مع الفريق، او اقل كمان من سنه ونص. اليوم السابع بيتكلموا عن ان موسيماني يحسم الجدل بشان عوده بادجي وباليا لصفوف الاهلي. طيب بادجي بصراحه الراجل مع اميان الفرنسي معارض، هو من الاهلي في 16 ماتش جاب 10 اهداف، متالق 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 جدا بصراحه. فالبعض قال لك ممكن يرجع الاهلي، وممكن الاهلي يفكر ان هو بعد ما عارته تخلص يكون هو موجود مع الفرقه. مفيش اي قرار بكده لحد دلوقتي، ولا حتى موسيماني ابلغ الاداره انا رافض ولا مش رافض بخصوص بادجي، مفيش الكلام ده خالص. ليه برضو؟ لان التوقيت مش صح، لسه بدري وانت عندك 5 محترفين مميزين، فبالتالي الكلام برضو سابق لاوانه في الجزئيه دي تحديدا. بواليا لسه طالع اعاره اصلا، فلسه ما تمش التقييم عشان يتم اتخاذ القرار.